وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أمس مساعدات غذائية على أهالي منطقة الخامرة في مديرية ساه في وادي حضرموت، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية التي تعصف بسكان هذه المناطق. واستجابت الهيئة للنداءات العاجلة التي أطلقها أهالي هذه المنطقة النائية المحرومة من أبسط الخدمات الأساسية، حيث توجه فريق ميداني تابع للهيئة لتلمس احتياجاتهم، وتم توزيع مساعدات إغاثية على المئات من المساكن من السكان الذين يعانون من انقطاع التيار الكهربائي ومشاكل توصيل مياه الشرب لبيوتهم، وذلك في إطار جهود الهيئة للوصول إلى المناطق الفقيرة ودعمها.